مشاهدينا الأعزاء، نحن أمام منزل نجم من نجوم كرة القدم الإماراتية، نجم كلاعب سابق ومدرب حالي ناجح جدا. سنتحدث معه عن أجواء شهر رمضان، أجواء الشهر الكريم، في ذكريات الطفولة مع الحي، وماذا يتذكر عن بداياته في كرة القدم. السلام عليكم. السلام. أهلا كابتن. شو أخبارك؟ تفضل. الله يخليك. عيد إسماعيل باروت، لاعب سابق في نادي الإمارات ومدرب حالي محترف، مدربين مواطنين. كابتن عيد، لو تحدثنا عن بدايتك مع كرة القدم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بدايتي كانت في الفريج، بدايتي كانت مع الأصدقاء، بدايتي كانت من خلال الدورات الرمضانية، من خلال الدورات الصيفية في هذاك الوقت اللي نفتقدها هذه الأيام بكثرة. النادي اللي ابتديت معه كابتن كان نادي الإمارات؟ كان نادي الإمارات، نعم. الآن كمدرب ومدرب ناجح، لديك خبرة في هذا المجال، ما هي طموحاتك؟ طبعا كل مدرب تمنى أن نمسك أحد الأندية الكبيرة في الدولة، أحد الأندية اللي عنده طموح تجيب الألغاب. الحمد لله رب العالمين، في جعبتنا كثير من الحمد لله من العمل والخبرة والثقة. كابتن عيد، لو تحدثنا قليلا عن أجواء شهر الصيام، أجواء شهر رمضان الكريم. طبعا خلال الشهر الفضيل هذا، طبعا الأجواء جميلة جدا، دائما يوميا نروح عند الوالدة نفطر عندها الله يطول بعمرها، والحمد لله في بعض نصلي صلاة التراويح، بعد صلاة التراويح نجتمع مع الأصدقاء. خلال النهار طبعا هناك الروحانيات وقراءة القرآن والجلوس مع العائلة. كابتن، يعني نحبذ لو نشوف الحي اللي ابتديت فيه كرة القدم في فترة الطفولة، يعني ممكن؟ كل سلوك، تفضل. شكرا كابتن. احنا الحين دخلنا طبعا الحي. كابتن عيد، نحن الآن بالحي الشاهد على طفولتك وعلى بداياتك في كرة القدم، لو تقدم لنا الحي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا هاي الحي اسمه حي سدرو، أحد أحياء مناطق رأس خيمة القديمة. شوف طبعا هذه المنطقة كلها كانت، هذا كان أصلا مصلى العيد رملي، فاحنا دائما نستمتع بلعب الكرة في المصلى هذا لأنه رملي. يعني هون كنتوا تلعبوا كرة القدم؟ وهذه الاستراحة، شوف الاستراحة كيف؟ وهذه البيوت طبعا صارت قديمة الحين، كل حي عنده نادي معين وعاطلنا اسم يعني. فكان في يعني لذة في شهر رمضان في السابق، شوف الحين هذا طبعا كله تحولت